والابن والروح القدس لله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا ومع روحك أيضا. احتفالنا اليوم بأمنا مريم العذراء سيدة الوردية. نوجه أنظارنا وصلواتنا اليوم إلى أمنا، طالبين أولا حمايتها وشفاعتها لرهبانية الوردية. كل عام وانتم بخير جميعا، لكن هذا العيد لنا جميعا، فكل الحاضرين هنا نتوجه إلى أمنا مريم العذراء طالبين كل نعمة وخير وبركة. حضر أنفسنا للاحتفال بالقداس الإلهي بطلب المغفرة من الله على جميع خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة لأني خطأت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم التائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. آمين. كيريه كيريه إليسون، كيريه كيريه إليسون، كريستي كريستي إليسون،
نسألك يا رب فيض نعمتك علينا نحن الذين عرفنا ببشارة الملاك تجسد ابنك المسيح، فنبلغ مجد القيامة بشفاعة مريم العذراء أمه وبآلامه وصليبه. هو الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. بعد أن رفع يسوع إلى السماء رجع التلاميذ إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. ولما وصلوا إليها صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وإندراوس وفيليبوس وتوما وبرتلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب، وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. كلام الرب. الشكر لله. وفي للربي قد سلكت لا لن تزل قدماي، بادر هلم لي لقايا ها أنا ذات إلي. من شفتيك
السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. هللويا هللويا. شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي الباشي. المجد لك يا رب المجدون. وفي الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم الفتاة مريم. فدخل إليها فقال: السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. فداخلها اضطراب شديد لهذا الكلام، وسألت نفسها ما معنى هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فقد نلت حظوة عند الله، فستحملين وتلدين ابنا فسميه يسوع، سيكون عظيما وابن العلي يدعى، ويوليه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب أبد الدهر، ولن يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا ولا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: إن الروح القدس سينزل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود قدوسا وابن الله يدعى. وها إن نسيبتك إليصابات قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقرا، فما من شيء يعجز الله. فقالت مريم: أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك.
وانصرف الملاك من عندها. كلام الرب التسبيح لك الأخوات العزيزات راحبات الوردية، كل عام وأنتم بخير. تعيد أمنا مريم العذراء سيدة الوردية. نتوجه إلى الله بشفاعة أمنا مريم العذراء، طالبين كل خير وبركة لهذه الرهبانية، رهبانية الوردية المقدسة. فلتكن أمنا العذراء هي الحامية والملهمة والمثال لكل راهبة. في هذا العيد نتأمل في أمنا مريم العذراء سيدة الوردية. الكنيسة تدعونا إلى التأمل في بشارة الملاك لمريم العذراء، هذه البشارة التي لم تكن فقط نقطة انطلاق، ولكن هذه البشارة التي تكشف لنا عن سر الله وتكشف لنا من هي مريم العذراء. الله اختار مريم، وفي اختيار الله سر لا نعرفه. لماذا اختار مريم؟ هذا ينطبق أيضا على دعوة الله للبعض، لا نعرف لماذا اختارهم هم بالذات. لماذا اختار داود من بين إخوته؟ لم يكن أفضلهم. لماذا اختار التلاميذ؟ لم يختار غيرهم. هذا سر من الله، الله الذي يختار بكل حرية، ولكن ما نعرفه هو لماذا اختارهم، ما هي الرسالة التي أوكلها لهم. اختار مريم ليكون لها دور مميز في تاريخ الخلاص، فهي التي تنبع عنها العهد القديم، هي حواء الجديدة التي ستصلح ما أفسدته حواء الأولى. أتى الوقت الذي فيه في تاريخ الخلاص نبدأ بداية جديدة بتجسد المسيح. العذراء هي حواء الجديدة، والعذراء هي نجمة الصبح التي تبشر بقدوم النهار وشروق الشمس التي لا تغيب، يسوع المسيح. هذه هي البداية الجديدة. ما يلفت انتباهنا هو أن الله يرسل الملاك ليطلب موافقة مريم العذراء، يريد أن يسمع منها أنها توافق. الله لم يستخدم مريم العذراء دون علمها، دون موافقتها. أراد أن يسمع موافقة مريم ليبدأ العهد الجديد، ليتجسد ابن الله ويخلصنا. هكذا يتعامل الله معنا. الله الذي خلقنا أحرارا يريد أن يحترم هذه الحرية، ويريد أن نجيب على دعوته بكل حرية وعلم واختيار. الله اختار فتاة بسيطة متواضعة من بلد صغيرة غير معروفة في ذلك الوقت، الإنجيل المقدس يقول في مدينة تسمى الناصرة، يعني مش معروف كثير. فتاة متواضعة نعم، ولكنها منفتحة على نعمة الله، أرضية جاهزة لكي تثمر نعمة الله فيها على كل تواضعها بساطتها، من بلد صغيرة غير معروفة، ولكنها كانت جاهزة لكي تستقبل نعمة الله ولكي تثمر نعمة الله فيها. هذا الكلام عن مريم ألا يذكرنا بإحدى بنات مريم، البنات مريم المخلصات، القديسة ماريا الفونسين، في تواضعها بساطتها، هذه النعمة وانفتاحها على نعمة الله دائما، نعرف من خلال حياتها هذه النعمة التي أثمرت بركة عظيمة جداً لبلادنا، رهبانية الوردية المقدسة. هيك بتعمل نعمة الله، الله يعطينا نعمته، المهم أن نقبل هذه النعمة وأن نكون محضرين لها. نعمة الله أثمرت في مريم، هي الممتلئة نعمة. الملاك اللي قالها نلتي حظوة عند الله. ثمار هذه النعمة لمريم بدأت بحبلها بيسوع المسيح المخلص وبولادته، ولكن هذه الثمار مستمرة.
مريم عندما قالت نعم للملاك لم يكن للحظتها فقط للي طلبوا الملاك أن تكون أم للمخلص، كانت هذه البداية نقطة الانطلاق لنعم دائمة. الثمار اللي بتعطيها أفضل ثمر وأعظم ثمر هو مخلص يسوع المسيح، لكن تستمر أيضا في إعطاء ثمر. أثمر الثمار لا نزال نتنعم بها إلى يومنا هذا. ثمار هي كالرائحة الفواحة، رائحة الورود، سيدة الوردية التي تملأنا سعادة وقداسة كلما اقتربنا من مريم. ثمار مريم التي تنمو وتنتشر أيضا من خلال صلاة المسبحة الوردية، هذه الصلاة الرائعة في بساطتها الذي الكل يصليها في أي وقت من النهار. صلاة تجعلنا نتأمل في حياة مريم وتجعل مريم أم وحامية لنا جميعا. من خلال صلاة المسبحة الوردية تستمر ثمار هذه النعمة التي أثمرت في مريم إلى اليوم. الوردية التي تحمل اسمها طبعا راهبات الوردية، هذه الثمرة أيضا من هذه الثمار التي أعطتها مريم. رهبانية الوردية، هذه الرهبانية التي نشأت وانتشرت في بلادنا. من كنا أخوات الراهبات تعلمنا حب مريم، حب مريم العذراء. من كنا تعلمنا صلاة المسبحة الوردية. بهذه الصلاة نكرم أمنا مريم العذراء، من خلالها تهنئها جميع الأجيال، ونستمر نحن أيضا وننضم إلى كل هذه الأجيال التي تهنئ مريم العذراء. مع مريم نرفع التسبيح لله، تعظم الرب نفسي، لأن القديرة صنع بي أمورا عظيمة، قدوس اسمه. هذه الكلمات التي رددتها مريم العذراء قبل 2000 سنة لا تزال إلى اليوم مستمرة لكي تعطي ثمارا، ثمار النعمة للجميع. هذه أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، هذه أمنا التي قبلت نعمة الله وأثمرت في حياتها، وهذه الثمار التي تستمر دائما. نلتجئ إليك يا والدة الإله، يا سيدة الوردية، طالبين النعمة والبركة لرهبانية الوردية المقدسة، ولكل أبنائك وبناتك الذين يكرمونك ويلتجئون إليك، لتشمليهم بظل حمايتك. آمين. لنعلن إيماننا ونقول نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو لله. نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن نعمة
الإخوة والأخوات الأحباء، حب السيدة العذراء فريضة على المؤمنين، وعيد سيدة الوردية دعوة إلى حبها. لذلك نصلي من أجل أن يجعل الله وردية العذراء التي نستذكر بها أسرار الفداء وسيلة إنجيلية مباركة نبارك بها أم المسيح ونسعى بحبها إلى حبه وهواه. من أجل أمنا الكنيسة، كي تكون قلباً واحداً ونفساً واحدة على مثال الجماعة المسيحية الأولى، اجعلنا يا رب نصير لإخوتنا خبزاً يومياً معجوناً بالوداعة ومصلحاً بملح المحبة، وأن يرأس كنيستنا رعاة صالحين على ما يشتهي الراعي الصالح الأعظم. إلى الرب نطلب. تجب يا رب. نصلي إليك يا رب من أجل راعينا الجديد النائب البطريركي قدس الأب جمال خضر كلي الاحترام، لترافقه نعمتك في قيادة كنيستك وتمنحه سيدة الوردية البركة الوالدية والحماية الوارفة. إلى الرب نطلب. أنا أمك وأعينك، هذا ما قالته العذراء لكليمتها القديسة ماري ألفونسين. نصلي اليوم من أجل رهبانيتنا الغالية، كي تعيننا سيدة الوردية أن نعيش التجذر الإنجيلي بعيش التطويبات والأسرار بكليتها، ونحيي النعم لطاعة الآب على مثال مريم. إلى الرب نطلب. مستجب يا رب. سلاماً أترك لكم، سلامي أعطيكم. هبنا يا سيد السلام سلام القلب وطمأنينة النفس، واجعلنا فاعلي سلام أينما حللنا، وأرشد المسؤولين والحكام إلى الحق كله، ويعلموا أن القوة الحقيقية ليست في الظلم والاستبداد، إنما المحبة والعدل والسلام. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قصدتنا بيوحنا الحبيب وأنت على الصليب وأوصيتنا باتخاذ أمك المباركة، نسألك فآتنا أن نسعى بها إليك ونعظم مقامها ونلتمس بالتسليم عليها ما لها لديك من شفاعة واقتدار. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. يا حبل الله.
صلى الإخوة إلى الرب إلهنا كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمن خسيه وتقشيه ولمن فعتنا ولكل كنيسة وتسى بأسرها. لنكن جديرين برفع هذه القرابين إليك يا إله الجلال، وإذ نقيم أسرار ابنك المسيح المكرمة أهلنا للحصول على مواعده والحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي، وأن نحمدك ونعظمك ونمجدك في عيد القديسة مريم الدائمة البتولية سيدة الوردية. إنها حبلت بابنك الوحيد بقوة الروح القدس، ومع بقاء مجد بتوليتها أفاضت على العالم النور الأزلي يسوع المسيح ربنا. به الملائكة لجلالتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسلاطين منها يرتعدون، والسماوات وقوات السماوات والصاروفيم الطباويون بهتاف واحد إياها يبجلون. فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح في خشوع قائلين: قدوس 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 الرب القوي إلى الصماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وشعنا في إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقرب لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا
فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. نحيلنا ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك يا شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد والقديسة ماري ألفونسين وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم انظر إلى قربان كنيستك، نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبر الأعظم البابا فرانسيس وبطرياركنا بيير باتيستا، جمع الأساقفة وسائر الكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن لندعو الله بالصلاة التي علمنا إياها يسوع والتي بها نذكر أننا إخوة أبناء وابن واحد، ولنقل:
أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ علينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلامة في أيامنا، أعطنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلامي يمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. يكن سلام الرب معكم دائما. مع روحك أيضا. بادر السلام. سلام المسيح. هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة تبرأ نفسي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ربي وإلهي، أنا أمتك الضعيفة والمتواضعة الجاثية الآن أمام مذبحك والمتكلة على رحمتك وعلى نعمتك الإلهية والساعية فقط إلى خدمتك وإلى مجدك الأعظم. أكرس نفسي لعزتك القديرة أمام والدتك الكلية القداسة وأمام الكنيسة المقدسة جمعاء، وإني أنذر لك نذر العفة والفقر والطاعة في رهبانية الوردية المقدسة، وأعدك ببذل جهودي كلها لأوفق بين سلوكي وسيرتي وبين قوانين هذه الرهبانية مدى الحياة. وبما أنك ألهمتني هذه النذور وهذه التضحية، فإني أرجو منك أن تبارك نذوري وأن تقبل تضحيتي متعطفاً، وأن تمنحني نعمتك لأتمكن من الإيفاء بنذوري على أكمل وجه بشفاعة والدتك وأمي مريم العذراء سلطانة الوردية المقدسة. آمين.
قدس الأب جمال خضر جزيل الاحترام، حضرة الآباء الأجلاء، أخواتي الراهبات الفاضلات، الحضور الكرام، في عيد الوردية تتفجر المحبة لمريم العذراء ينابيع مدح وتسبيح تحقيقاً لنبوءتها، فها منذ الآن تطوبني سائر الأجيال. فكلما زاد التشكيك في قدرة الأم البتول وأمومتها الإلهية وشفاعتها، كلما تدفقت ترانيم وأناشيد التكريم المفعمة بالمحبة والولاء لأم الكلمة، معلنة الولاء والوفاء لهذه الأم البتول من قبل محبيها ومكرميها، وإقراراً بحبنا الصادق الوفي لها، نأتي لنتلو بخشوع وثقة ورجاء سبحتها، ذخرنا المنيع وسلاحنا الأمين، ولنتأمل في أسرارها الوردية، ونمجد ابنها الذي بها رفع من شأن المرأة ومن كرامتها، فكانت حواء الجديدة صورة لما سنكون عليه في القيامة. وفي هذه المناسبة يسرني باسم رهبانية الوردية رئيسة عامة ومجلسا استشاريا وراهبات أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان
إلى قدس الأب شمال خضر جزيل الاحترام على ترأسه هذا القداس الإلهي ليصلي معنا ومن أجلنا ويرفع معنا آيات الحمد والتسبيح للعناية الإلهية على كل ما أغدق به الرب على الوردية من نعم وبركات، كما أتقدم بالشكر للشماس أنطون ولخدام الهيكل على حضورهم وخدمتهم في هيكل الرب، متمنين لهم النجاح والتوفيق في رسالتهم. والشكر موصول للجنة الروحية في الأردن التي قامت بترتيب وتنظيم هذا القداس الاحتفالي، كما نقدم شكرنا لمكتب نورسات الأردن على حضورهم ومساهمتهم الدائمة معنا، ضارعة إلى الروح القدس أن ينشر المحبة على الأرض ويبعد عن العالم أجمع خطر الأوبئة والأمراض، وأن يتقبل صلاتنا ودعاءنا بشفاعة أمنا الكلية الطهارة سيدة الوردية والقديسة ماري ألفونسين. وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. شكرا مصر، ويسعدني أن أبدأ خدمتي الجديدة في الأردن بهذا القداس في عيد الوردية، أن نصلي معكم من أجلكم، نعم، وأن نطلب صلاتكم أيضا من أجل هذه الرسالة الجديدة التي أضعها أيضا تحت حماية القديسة ماري ألفونسي. لنصلي. في سر القربان المقدس هذا نخبر بموت ابنك وقيامته أيها الإله ربنا، فإياك نسأل أن نشارك المسيح في آلامه لنشاركه يوما في المجد، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. نشر عليكم سابغ الرحمة الإله الرؤوف الذي أراد أن يخلص الجنس البشري على يد المولود من مريم العذراء القديسة. آمين. والعذراء التي ولدت لكم مبدع الحياة لتشملكم في كل زمان ومكان بحمايتها الوالدية. آمين. وأنتم يا من جئتم اليوم واحتفلتم في إيمان وخشوع بعيد مريم العذراء سيدة الوردية، عودوا إلى منازلكم وقد نلتم هبات الأفراح المقدسة والخيرات السماوية. آمين. وليباركم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.